السلام عليكم، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بصحه وسلامه. اليوم راح نتحدث حول فيتامين دي 3 او ما يعرف بفيتامين الشمس. طبعا تتطلب اجسامنا العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائيه من اجل القيام بالاداء السليم لانظمه الاعضاء، ومن بين هذه العناصر الغذائيه المهمه فيتامين دي 3، وعليه اليوم سنتحدث عنه من حيث الفوائد والاستخدامات وأهم مصادر تواجده في الطبيعة ونقصه إلى ماذا يؤدي، مع ذكر أشكاله الصيدلانية والنسبة الطبيعية. كلنا يعلم أن فيتامين دي 3 هو واحد من أهم الفيتامينات الضرورية لبناء أنسجة الجسم، والذي يعمل على امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفات، وهو أحد الفيتامينات الذائبة في الدهون، ويطلق عليه فيتامين الشمس. لما للشمس من أهمية في إنتاجه؟ وله فوائد كثيرة. أولا، يعزز صحة الجهاز المناعي. إذا تلاحظون أيام فيروس كورونا أخذ الأطباء يصرفونه لكل المصابين، لماذا؟ ليعزز مناعتهم، وكان يصرف بدون إجراءات مختبرية. ثانيا، يزيد من قوة وصحة العظام والأسنان والعضلات. إذا تريد تكون عظامك قوية وأسنانك كذلك، عليك بتناول فيتامين دي 3 وحسب الحاجة. ثالثا، يخفف من بعض الالتهابات ويقلل من اضطرابات الجهاز الهضمي، كما يقي الجهاز التنفسي والرئة. رابعا، يعمل على زيادة مستوى فيتامين دي في الجسم. لاحظ، يعني دي 3 يعمل على زيادة مستوى فيتامين دي. خامسا، تحفيز وتنظيم نمو الخلايا السليمة، ومنها بصيلات الشعر والأظافر والجلد. سادسا، تحسين الحالة المزاجية وصحة القلب وفقدان الوزن. سابعا، تنظيم مستوى الإنسولين وإدارة مرضى السكري. أهم المصادر للحصول على فيتامين دي 3 نذكر منها: زيت السمك وبالخصوص زيت كبد الحوت، صفار البيض، الحليب ومشتقاته، الأسماك، الشمس، عصائر البرتقال، بعض أنواع الحبوب، ومن مصادر غير طبيعية متوفر في الصيدليات. أسباب نقص فيتامين دي 3 ما هي؟ أولا، عدم التعرض إلى أشعة الشمس بشكل كافي، وأفضل الأوقات هي قبل الساعة 10 صباحا وبعد الساعة 3 ظهرا. هذه أفضل الأوقات للتعرض إلى أشعة الشمس. ثانيا، التقدم في العمر. في هذا العمر تصبح البشرة أقل استعدادا لإنتاج كميات كافية من هذا الفيتامين. ثالثا، استخدام الكريمات من واقيات الشمس ومواد التجميل التي تقلل من وصول أشعة الشمس إلى الجلد، وبالتالي يحدث النقص في الدي 3. رابعا، عدم استهلاك كميات كافية من الأطعمة الحاوية على عناصر الدي 3 من الأسماك والبقوليات والحليب وغيرها. خامسا، كما أن النقص يؤدي إلى بعض الحالات المرضية، كذلك الزيادة تؤدي إلى بعض الحالات المرضية، فيجب الاعتدال بالأمر. أهم أعراض نقص فيتامين دي 3، شنو هي الأعراض؟ جفاف الجلد، الاضطرابات العصبية، خلل في عمل الغدة الدرقية، الكساح ولين العظام، فقر في وظائف الجسم، تساقط الشعر، تآكل الأظافر، ضعف عام مع شعور بالدوار. أهم أشكاله الصيدلانية التي تتوفر في الصيدليات: أولا، على شكل دروب أي قطرات، وهذا الشكل خاص بالأطفال تقريبا. ثانيا، على شكل أمبولات وفيها جرع كثيرة. ثالثا، على شكل أقراص ذات جرع منها 1000، 2000، 5000، 25000، 50000 وحدة دولية، تصرف حسب حالة الشخص وبعد إجراء التحليل المختبري. ضروري تعمل تحليل مختبري على مود نعرف النسبة كم، علما أن النسبة الطبيعية للدي 3 قد اختلف عليها بين العالم، فمن قال هي بين 20 إلى 50، ومن قال هي بين 30 إلى 60. أيا كانت النسبة، هي متعارف عليها من 20 إلى 50 أو من 30 إلى 60. هنا يكون إذا قل إذا أكو نقص، إذا زاد أكو زيادة بالدي 3. نأمل أن قدمنا لكم معلومة قد استفدتم منها، ولا تنسونا من خالص دعائكم، وشكرا لكم.